بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على اتنين موديفايرز. اول موديفاير منهم هو اسمه سيمتري موديفاير. تعال نبص على الاوبجكت اللي قدامنا ده من البرسبكتيف كده، نكبر كده. الاوبجكت ده المفروض ده كاركتر او راس بتاعت كاركتر. الراس دي المفروض لما نبص عليها المفروض ده الطبيعي بتاع ابن ادم، انه بيكون نص اليمين هو هو بالظبط نص الشمال. بمعنى اني مثلا لو عيني هنا هو مثلا شكلها الشكل الفلاني، يبقى اكيد عيني اللي في الشمال بنفس الشكل، وداني اللي في اليمين هي اكيد وداني في الشمال. فده معظم الكاركتر بيكون بالشكل ده، او اي اوبجكت انت عندك بيكون فيه سيمترية اليمين زي الشمال. فبدل ما انت جاي تعمل موديلنج، مبدئيا استحالة ايديك تظبط انك ترسم اليمين زي الشمال بالظبط، فانت بترسم نص الاوبجكت. بنرسم نص الاوبجكت بالظبط، وبعد كده بنعمل سيمتري موديفاير او بنضيف عليه السيمتري موديفاير. الاوبجكت اللي عندنا ده مضاف عليه مش سموث موديفاير، تعال نقفله كده. المفروض يبقى الاوبجكت بالمنظر اللي قدامنا ده، تمام. ومضاف عليه من تحت كده، او ممكن نمسح المش موديفاير ونريح نفسنا خالص. مضاف عليه من تحت السيمتري. تعال نبص كده من الفرونت على الاوبجكت بتاعي. هقفل السيمتري موديفاير او همسحه خالص. فانا جاي موديل بموديل حاجه بالمنظر ده. طبعا الاوبجكت ده انت بالبولي لسه هتكلم عليه بعدين، بس بموديل حاجه بالشكل ده اللي هي نص الاوبجكت بالظبط. وبعد كده مش هقعد ارهق نفسي وارسم الموديل النص التاني، لا انا بضيف موديفاير اسمه سيمتري موديفاير. سيمتري موديفاير بلاقي حاجه بالمنظر ده طلعت لي. لو عملت كليك على فليب هيروح يعكس نص اليمين زي نص الشمال، هيعكس نص اليمين زي نص الشمال. خلي بالك انت طبعا بتختار طبعا انهي اكس عايز تعمل عليه ميرور، الواي ولا الزي ولا الاكس. خلي بالك ان انت ممكن مش ظابطه معاك قوي، يعني مثلا عايز لقى الاوبجكت ده يعني النص ده ما يبقاش ميرور ده بالظبط، لقيته شويه كده جوه، فهتلاقي ان في عندك ساب اوبجكت اسمه ميرور. لما بتك عليه كده الميرور دي تقدر تخليك تدخلهم كده او تطلعهم كده، ممكن يبقى بالمنظر ده مثلا وتسيبه على الشكل ده، او تدمجهم في بعض اكتر او يعني وهكذا. يبقى دلوقتي الميرور ده بيقدر يظبط لي ان هو هيعمل ميرور للاوبجكت اللي انت ضايف له الموديفاير اللي اسمه سيمتري على بعد كام من الاوبجكت الاساسي، تمام. طب ايه الفرق بين الميرور اللي هي العاديه اللي هنا اهو ونضيف سيمتري موديفاير؟ الميرور العاديه ان هو لو جيت تعال نقفل كده سيمتري موديفاير، عملت ميرور مثلا، اوكي هقول له مثلا على الواي وهقول له خد كابي وتمام كده. الاوبجكت ده منفصل عن الاولاني، يعني اوكي ممكن تدينه نفس النتيجه اهو بالمنظر. يعني تعال نمسح ده كده ونشيل نقفل السيمتري كده ونضيف ميرور ونقول الميرور على الاكس ونقول له اوكي، اديتني اوكي ماشي نتيجه قريبه. بس ده اوبجكت لوحده وده اوبجكت لوحده، لكن السيمتري موديفاير لما بيتضاف بيبقوا الاثنين دول اوبجكت واحد، اوبجكت واحد، والفيرتسيز دي داخله في بعض بالشكل اللي شايفينه دلوقتي، ما هوش اوبجكت واوبجكت ولازقهم في بعض. دي هتفرق معاك في الانيميشن قدام، في الماتيريال لما تيجي تضيفها وفي حاجات كتير. يبقى ده اول موديفاير عندي اللي هو السيمتري موديفاير. تعال نشوف تاني موديفاير كده ممكن نطبقه على مثال تاني. مثلا هنعمل كرييت لشجره مثلا، اي شجره نقول دي مثلا كده حاجه بالمنظر ده، سوري حاجه بالشكل ده. الشجره دي هضيف عليها موديفاير اسمه سكيو. سكيو موديفاير، سكيو موديفاير ده بيعمل ايه؟ بص كده نزود الاماونت، انا بغير في الاماونت بيحصل ايه؟ بتروح يمين وشمال، تمام. يعني ممكن نعمل حاجه مثلا بالمنظر ده، وتعال نبص في الدايركشن، نغير الدايركشن، ايه اللي بيحصل؟ بتلف بالشكل ده، بتلف بالشكل ده. دي تفيدك اكتر في الانيميشن طبعا، او انت جاي تعمل موديل لحاجه معينه عايز الشجره دي يبقى شكلها كذا، عايز الاوبجكت اللي انت عامله يبقى واخد ميل بالشكل ده. طبعا الجزم بتاعي هو اللي محدد الشكل اللي المفروض، او ده القالب بتاعي اللي المفروض الاوبجكت هيمشي عليه. فالسكيو موديفاير بتديني التاثير ده، ودي ممكن تستخدمها في انيميشن انك تعمل اوبجكت بتتحرك بالمنظر ده، او في موديلنج زي ما انت عايز. ونكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله.